السلام عليكم، يعطيكم العافية. احنا جايين على صلاة الجمعة اليوم في أوتوا. أهل المنطقة اللي بالقرب من المسجد عاملين حلقة حوالين المسجد عشان يحموا المسجد من أي هجوم أو شخص بده يسيء للمصلين خلال الصلاة. طبعا احنا عرفنا قبل فترة صار في هجوم على مسجد في كيبيك قبل سنة، وقبل أسبوعين صار هجوم على مسجدين في نيوزيلند، وهذه يعني ظاهرة موجودة تقريبا في كل المساجد الآن في مدينة أوتوا. عم بقوموا كل جمعة أهل الحي بحماية ظهور المصلين. يعني ما بعرف شو أحكي، بس نرفع القبعات ونشكر أهل هذا الحي وجميع الأحياء اللي بقوموا بهذا الشيء لحماية المصلين. وما بنحكي غير thank you for all Canadians for their help, for their support. والله يعطيكم العافية.